اخبار متفرقه ونشاطات. شيف شادي، ليش عم بتذبذب قبل على عامر؟ لانه عامر هون؟ لا عامر 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 خلصوا ربح حبان؟ ايه ربح زفين. هلا بنخبرك زفين. انا كنت مع زفين من الاول. يا ويلي هيك 180 درجة ثانية. اي نو مع عامر. المهم ضلت عنا هذا المهم، ومبروك مبروك لزفين، ومبروك كمان لعامر، يعني شفنا حالنا فيهم شغلة كثير حلوة. تسلم. رح ننتقل لعندك لكانت حتى نعرف قبل اي نو ونعرف كل هيدي الاخبار والمسابقات شو عم بيصير. بدنا نبلش بالتشيز كيك. صباح الخير صباح الخير ومظبوط يا غادة. تشيز كيك بس اليوم مثل ما حكينا قبل دبل تشيز كيك، ورح نخبز ايه يعني دبل كالوريز وهيك. اكيد اكيد هلا كارلا بيكون طفي التلفزيون المستقبل. اوكي رح نعملها بطريقه كثير حلوه كثير طيبه، وبعدين فيكم تعملوها صغيره فيكم تعملوها كمان كبيره، يعني تعملوا القالب كبير ام صغير مثل ما بدكم، بس لازم نستعمل القوالب يلي بينشال كمان الحروف تبعولهم بهالطريقه هيك، بطريقه نقدر نشيل بعدين التشيز كيك من قلب القالب تبعولها. اول شغله بدنا نعملها بدنا نطحن نوع من انواع البسكتس، يعني بسكوي اي نوع فيكم تشتروا حسب ما بدكم، ممكن يكون في بقلبه كاكاو، بقلبه شوكولا، يكون معمول مثلا من القمحه الكامله، القمحه العاديه، مثل ما بدكم، سعره غالي، سعره رخيص، انتم اعملوا اللي بدكم اياه، مطحنوا بطريقه عاديه جدا. اوكي ها؟ مطحونين حلوين، وبنجي نحن بنجيبهم هيك، طلعوا شو حلوين هيك ها؟ وهودي هن البسكوي مطحونين، شغله كمان كثير هيني، هيدي اول باس بدنا نعملها، وشو بنزيد عليهم؟ شو بنزيد عليهم؟ لكل 200 جرام من البسكتس بدهم حوالي 0. يعني ربع كوب من السكر، انا اكيد عندي هون كميه اكبر، حاطط نص كوب من السكر بهالطريقه هيك، رح حط لمسه الشيف شادي اللي هي القرفه بقلبها، ورح نروح على حوالي 110 120 جرام من الزبده. هلا نحن فينا كمان ما نجي نكيل لا الزبده ولا البسكتس ولا كمان السكر ولا كمان القرفه بعدين نعملهم، يعني نعجنهم بهالطريقة وبس نشوف انه صاروا عنا عجينة، شو بنعمل؟ بنقول ستوب. طلعوا شو صار ها. شوي شوي نبلش نعجنهم بهالطريقة. هيدي اهم شغلة اللي هي الكعكة اللي لازم تضلها طرية، ما لازم تيبس معنا، ولازم كمان يكون طعمتها كمان طيبة. طلعوا شو عم بيصير، وهون بنعجن كمان هالبسكتس بهالطريقة، وبعدين بدنا نمدهم بقلب الصينية. طلعوا بس صارت عم تعمل عنا مثل كأنهن عجين صاروا، بعد بدهم شوية زبدة لأن أنا بدي أعمل صينيتين اليوم. إذا بتشوفوا كمان على يميني في عندي 5 بيضات، هي لكل قالب 28 سنتيمتر أو سنتي خلينا نقول، بده 3 بيضات، أنا بدي أعمل قوالب 2. واو ها وصلنا اللي بدنا إياه. شو بنعمل ساعتها؟ بنجيب القالب نحن بهالطريقة، اكيد ما بندهنه زبده لانه كمان البسكتس مليانين زبده بقلبهم، وبنشيل نحن هالخليط هيك. طلعوا شو عم بيصير، وبنقعد بنصفه بقعر مزبوط كلهم سوا. هلا انا رح كفيهم كلهم سوا تاعمل الكعكه بسماكه 2 أو 3 ملي، مش اكثر من هيك. اوكي كلها سوا هلا بنكفيكي بعد شوي. هلا بدي انتقل لشغله كمان مهمه اللي هي خلطه الجبنه يلي بدي احطها دغري على الكعكة تفوتها على الفرن. 5 بيضات طلعوا كمان رح نحطهم هون بالخفية هيك، رح نحط عليهم 3/4 الكوب من السكر، يعني 3 بيضات بدهم نص كوب من السكر، شوي صغيرة من الملح، شوي صغيرة من الفانيليا، بيجي أنا بسكر، وفيكم كمان تحطوا برش حامض، برش برتقال، أي نوع من أنواع الألكول إذا بتحبوا، يعني مشان تعطوها طعمه مثل ما بدكم. ولهيدي الكميه 5 بيضات مع 3/4 الكوب من السكر بدهم 750 جرام من الجبنه اكثر شيء، يعني لـ3 بيضات بدنا نحط نص كيلو من الجبنه، اقل شيء اذا بدنا نوفر لازم نحط 400 جرام. اذا بدنا نوفر يعني كل تنقول ها لك وينهم هون، إذا أنا هون عندي إياها هيك، جبت جبنة أنا عادية اليوم، هالجبنة هي 200 جرام، لكل 3 بيضات
بدنا اثنين اقل شيء. لكن احنا حطينا خمس بيضات رح نحط ثلاثة، إذا حطينا كنا ست بيضات ما نحط كمان أربعة. اشتغلوا بهيدا المعدل بطريقة كتير حلوة. أول شغلة بنخفق البيض بهالطريقة مع السكر مع الفانيليا والملح، وهلأ بضيف عليهم الجبنة وبسكب الجبنة على الكعكة وفوتها على الفرن. شغلة كمان كتير كتير هينة، وبلشت تطلع ريحة البسكتس بقلب الاستوديو لأنه حطينا عليها زبدة، بلشت تستوي معنا. نرجع لعند كمان غادة وضيفة كمان عامر. عم نتشارك أنا وعامر إنه بدك توصل للقمة 1000 كالوري ولا 2000 كالوري باللقمة. ليكي هي قديش نحن بنحب، ليكي عن جد قديش نحن بنحب التشيز كيك. أنا دائما بقولها لكارلا لازم ناكل كل شيء بس بمعدل بكمية قليلة. مثلا واحد إذا جاي على باله ياكل اليوم كنافة، مثلا أنا اليوم الصبح تروقت كنافة، باكل ربع كعكة كنافة، ليش بدي آكل اثنين كنافة؟ الواحد يحكي عن حاله شخص. ما هيك؟ عامر بتحب الكنافة؟ لا عم بحكي على التشيز كيك. نرجع لعندكم. ميرسي لك، رح نشوفك اكيد بعد شوي بخلال عالم الصباح، انما هلا كل الاخبار يلي جايب لنا اياها عامر بعينه. صباح الخير. صباح الخير. اول شيء بدك توعدني انه هذا الكتاب بدك تقرا له اياه لرايان عشان رح يوصل اكيد. أوكي. هلا اول شيء رح يوصل له، سبيشال انه في بقلبه سبايدر وليدي باج وكات، من احب من احب شيء على قلبه لرايان. ف خبرنا اليوم شو عنا؟ عنا كثير اخبار، 20 سنة على عنا كثير اخبار، وعنا الجوائز السوشيال ميديا اووردز رح نحكي عنهم، عن ستارت اب ويك. رح نبلش باول خبر لكان على 20 سنة عن عمر الانترنت يلي هي تعرف بالثلاثة دبليوز او دبليو 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 يعني وورلد وايد ويب. تم اطلاقها او تم اذا بدك بدء العمل على الفكرة بسنة 1989، وصارت الفكرة واقع سنة 1993 ب 30 نيسان من شخص اشتغل على الفكرة، وبعدين اكيد اخذ لقب تايتل السير نظرا للانجاز الكبير يلي عمله، يلي هو تيم بيرنزلي. هو الشخص يلي اشتغل على هالفكرة هيدي اكيد مع فريق عمل طويل عريض، بس انه هو كان صاحب الفكرة الاساسية واطلاقها ب 93 يلي تم اكيد الاطلاق على اساس رويالتي فري، يعني الكل بيقدر يستخدمها. انت بتعرف اي اختراع بيحمل باتنت، والباتنت بتخلي هالشخص يحط السعر اللي بده اياه على الاختراع ويبيعه، انما الانترنت اطلقت رويالتي فري وتم يعني صار في مين مكان يستعمله. بس اقول لك شغله، بتذكر انا بهديك الفتره مع انه كان عمري شي 5 سنين بس بتذكر كمان بس اشوف كيف كانت الفكره بعدها مش واضحه عند الناس، يعني ما كانت بعدها ملموسه فعليا. كانوا يقولوا انه في شيء هيك مثل اوتوستراد كثير عريض، هيدا يعني كان عندي ضيف بتذكر وكان هيك عم بجرب يوصل الفكره للناس، وكلنا مجبورين انه نمشي فيه لهالاوتوستراد لحتى نقدر نلحق شو عم بيصير والتطور والمعلومات وكذا. كانت يعني فكره المقاربه بعدها هالقد بسيطه للناس، لانه كانوا بعدهم ما بلشوا يستمروا. بس المقاربه كثير مهم، يعني انا 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 يمكن هلا بعدني هلا يمكن في يعني هلا يمكن بستعملها لهيدي المقاربه، يعني هلا سمعتها منك رح استعملها، لانه انه فعليا لو ما ركبنا كلياتنا على هالاوتوستراد هيدا ما كنا وصلنا بهالسرعه لليوم. يعني هي اكثر شيء ملفت للنظر، والكومنتس اللي كانوا عم يطلعوا على شبكه الانترنت انه 20 سنه لك قديش طورنا، يعني ب 20 سنه، يعني 20 سنه رقم نسبيا صغير اكيد منه كبير بعمر الانسانيه، بعمر الانسانيه هو صغير جدا طبعا. فب 20 سنه قديش طورنا، توصلنا لليوم 2013 عم نشوف انه ما عاد ممكن انه واحد ما يكون عم يستخدم الانترنت باي طريقه، ان كان بشكل مباشر او غير مباشر، بعدد مستخدمين وصل للمليارين و400 الف، فهذا رقم كثير كبير طبعا. والاساس انه هيدي الفكره صارت موجوده تقريبا بكل بيت، فيمكن هذا الاوتوستراد اللي حكيت عنه كان المهم انه نركب عليه كلياتنا تنقدر نوصل بشكل سريع لهالنقطه هيدي اللي سريع وكلنا سوا. صحيح. اول براوزر لتصفح على الانترنت بشكل هيك مع جرافيكس وكذا كان اسمه موزايك. والملفت للنظر كمان شغله يعني حبيت انا اشير الى هون، هي بتعرفي انا عندي حب كثير كبير لستيف جوبز، فما ممكن يجي هالتاريخ بدون ما اذكر ستيف جوبز. ليش؟
لانه اول كمبيوتر تم استضافه الانترنت او السيرفر اللي استضاف الانترنت بمراحل تجريبيه وبمراحل اطلاقها كان من صناعه ستيف جوبز. فمهم انه نلفت نظر على هالموضوع هذا. ستيف جوبز لما ترك ابل اول فتره واسس شركته اللي هي نكست تكنولوجيا او نكست كمبيوتر، اول جهاز انعمل عليه تيستينج للانترنت وكان من صناعه ستيف جوبز، واول جهاز انعمل عليه بروجرامينج او انكتب عليه البراوزر لتصفح على الانترنت كان جهاز نكست من ستيف جوبز. فبهمنا هون دائما انه قديش هالزلمه عطى للانسانيه لعالم التكنولوجي للاختراعات، ان كان يعني كان دائما اول شيء عم بيكون دائما في عنده حصه في ستيف جوبز. يعني قديش بنقول اينشتاين يعني هيك وقت واحد بده يقول شيء انه اكتشف او عمل او هيدا اليوم يمكن اينشتاين بياثر على اشخاص لا عم بقول انا هالاشخاص اللي بده يلمع اسمه هالقد صحيح انه صحيح. رح يلمع اسمه بس انا بالنسبه لي ستيف جوبز بالنسبه لي عم بحكي اهم من اينشتاين لانه اينشتاين بياثر على الاشخاص اللي عم يدرسوا بمجال الاختراعات اللي قام فيها ويمكن بياثر عليهم مثل ما انا ستيف جوبز بياثر علي كثير ان كان بالاختراعات اللي بعدنا لحد هالدقيقه هيدي عم نستفيد منها واكيد ان كان بطريقه ابراز هالاختراعات هيدي تطويرها بسرعه. فاكيد يعني انا حطيت على فيسبوك من يومين انه عن جد مشتاقين له لانه اخر فتره حسينا حالنا شوي ضايعين او الاختراعات مش اب تو ذا ليفل يعني مثل ما بيقولوا. وعم نتمنى انه يكون في ستيف جوبز ثاني قريبا جدا ليرفعنا من المورال. يلا عامل ست حالك لا خلص انا تاخرت. ننتقل لموضوع ما بعرف حنشوف الاول شيء الاوردز ولا ستارت اب بيروت ستارت اب بيروت ستارت اب نورث السوشيال ميديا اورد يلا لكن قلب دغري ما عم يلحق لك شاف ذكرتني بحدا بيشتغل بالسياسه بالبلد خلينا نشوف جوائز السوشيال ميديا اووردز يلي صارت نهار الاثنين 29 شهر بفندق الفينيسيا. اكيد انا بشكر عالم الصباح وفريق عالم الصباح يلي دعمني كل هالفتره وخاصه انت غاده كمان يلي كنت معي طول هالفتره عم تشجعيني واكيد الحمله الانتخابيه اللي قام فيها الشيف شادي لا بس للاسف كله هذا ما فاد لانه هلا بتفيد خطوه اوليه لحتى بعدين بالمستقبل الواحد ياسس لشيء ثاني. مشكور انا لهالعائله الكبيره اللي كانت حاضنتني بهالفتره هيدي بشكر كل اللي صوت اكيد. الاوردز كان فيها 33 كاتيجوري، الكاتيجوري اللي انا كنت مرشح عليها ما راحت كثير بعيد، راحت للزميل زفان بتلفزيون المستقبل. بنقول له الف مبروك. بس الملفت للنظر غادة انه تلفزيون المستقبل كان عنده اكبر عدد مرشحين بهالجوائز هيدي، يعني كان عندنا زميلي بولا يعقوبيان، كان عندنا كمان زفان مثل ما قلنا، كان في انا وكان في اكيد كمان زميلي من اخبار الصباح بيارات قطريب يلي كانت مرشحه على افضل ستار على تويتر. كمان كان في عنا زميلة بتقدم فقرة نهار الأحد طارة، كان طارة نعمة كمان تيكل ماي برين، طارة نعمة كمان ربحت طارة نعمة على تيكل ماي برين بس ستارت أب أون سوشيال ميديا. فصار فينا نقول يمكن إذا بدك خمسة مرشحين من تلفزيون المستقبل بطريقة أو بأخرى، نحن يعني بنقول لهم هارد لك كلياتهم، بقول لحالي هارد لك كمان أنا ماني زعلان. بس شغلي كمان أنه أنا زفان كان موجود بالكويت وقت الاوردز، فكمان طلعت على الستيج واستلمت عنه الجائزه وكان له فيديو رساله لكل الحضور. هون انا عم استلم الجائزه عن زفان ووعدت اللي كانوا عم يحضروا كانوا موجودين بقلب الاوردز انه انا ما اعطي الجائزه هذه لازم خبيها، والفعل صار نهار اللي اجى زفان ليستلمها هون نهار الخميس صار في هرج ومرج وتخبيه وبالاخر بس كمشني واخذ الاورد. فبنقول له بنتبه عليها، بس انا وعد انه يمكن ما بعرف يصير في ريفنج للموضوع فينتبه عليها ويخبيها مزبوط وانه 2 و3 بعدين بده يصير ريفنج وهو ريفنج ويعمل مسلسل. لا ليك بس بيستحقها زفان، ما تنسي يعني زفان كان من اول الاشخاص اللي اشتغل اللي سخر الانترنت برامجه واللي استفاد منها ليقدر يخدم السوسايتي المجتمع ويوصل الرسائل كمان ويعرض الحالات. يعني كان يمكن بعض الاحيان التلفزيون مش كافي لزفان ليعرض حاله معينه، كان عم يستعمل الانترنت لتكميل ليعرض ليقدر يكفي
ننتقل للموضوع الثاني واللي هو الستارت اب ويكند اللي صارت بالشمال من تنظيم جامعه بيروت العربيه. كنا استضفنا الدكتوره ليلى عبود لنحكي عن هالويكند هذا الرائع يلي انا كنت مشارك فيه ككوتش كمنتور وكجادج بالنهائيات. بدي اقول لك شغله غاده انه البروجكتس اللي تقدموا رائعين وعن جد حسيت انه انا قاعد ببلد مش في بقلبه مشاكل، قاعد ببلد في بقلبه ابداع فقط لا غير. هالثلاث ايام او هاليومين ونص اللي كنت محبوس فيهم ما شفت الا ابداع، فخلينا نشوف شوي من الكليب بعدين رح علق على كل شيء. Clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again. And bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow. لكن خبرنا اكثر عن التفاصيل بما انك كنت اكيد حشوف هلا حنبقى عم نشوف الفوتج. اذا بدك خليني اعلق بشكل سريع على الفوتج هلا عم شوفهم برجع بحكي واللي هون كان اذا بدك تنظيم الويك اند يعني التلاميذ عم يحضروا على حرم جامعه بيروت العربيه بالشمال تحديد منطقه المينا وعم اكيد عم بيقدموا الافكار اللي بدهم يطرحوها بهالويك اند هيدي عم يشكلوا الفرق يعني من بين بعضهم يعني التلاميذ في فرق ما بتعرف بعضها، تلاميذ لاول مره عم يشتغلوا مع بعض ما بيعرفوا بعض، فعم شكلوا الفرق عم يستلموا تيشرتاته، عم يستلموا العده اللي لازم يستلموها، عم يسمعوا توجيهات اللجنه المنظمه لكيف بيصيروا هاليومين ونص وكيف هن موجودين بقلب الحرم وما فيهم يظهروا باوقات معينه ولازم يكونوا لازم يخلصوا البروجكت تبعهم بتقديم الفكرة والديمو أو البروتوتايب والبزنس بلان وكل هالأمور هيدي نهار الأحد عشية. أكيد أنا أول شيء بدي أقول شغلة كتير مهمة غادة هي أساس فكرتي اللي طالع أحكي منها اليوم. أنا بهني جامعة بيروت العربية، بهني دكتورة ليلى عبود فريق عملها على تنظيم الرائع يلي صار بهاليومين ونص. انا كان عندي نشاطات، كان عندي ستارت اب ويكندز قبل، بس انا بقدر اقول انه هيدي واحدة من احلى ستارت اب ويكندز اللي انا شاركت فيها. وقتها بتكونوا منظمه وبيكونوا هالتلاميذ عندهم هالافكار الرائعه طبعا بده يطلع. يعني هيدا هون ذكرت الشكر اول شيء انا لدكتوره ليلى ولجامعه بيروت العربيه. خليني اتجه لعند التلاميذ بدي اقول لهم انه انا بهنيكم انه انتم قدرتوا مش بس انه تلفتوا نظر، انتم قدرتوا تحاربوا مشان افكاركم، بهنيكم انه انتم موجودين ببلد بقلبه هالقد مشاكل بس انتم قادرين تبدعوا. الابداع اللي شفته بالشمال بتمنى اشوفه بغير مناطق بلبنان، افكار رائعه جدا بتشرح القلب، والثلاث افكار اللي ربحوا اكيد نحن جايين بالاسابيع القادمه بعد رح نغطي يعني اليوم اول بارت من تغطايه ستارت اب نورث ستارت اب ويكند. رح يكون في تفاصيل اكثر، رح يكون معنا الفرق الربحانه، رح نتعرف اكثر على كيف صار الشغل، رح نشوف كيف سهروا الشباب من دون نوم او كيف صاروا يناموا شيفتس يعني ساعتين يناموا ساعتين يفيقوا ليشتغلوا. وصلوا الجمعه بالسبت بالاحد لاعلنت النتائج الاحد بالليل. الروح اللي كانت سائده بقلب هالنهار هاليومين ونص هدول محضونين بمدينه طرابلس ومحضونين بمدينه المينا.
اسفرت عن او أطل او خلت ثلاث جوائز او ثلاثه بروجكتس يربحوا بدنا نشوف بس مفروض يطبقوا هالثلاث اووردز. اوكي رح اقول لك بشكل سريع حنشوف نحن الاسابيع الجايه، بس بقى انا وقت بنخليهم الاسبوع الجاي على كل حال انا بتمنى لهم التوفيق بالايام القادمه، واسبوع الجاي رح يكون معنا اذا بدك ديتيل اكثر عن سبت واحد والجوائز اللي ربحوا، وبعدين رح يكون معنا الفرق الربحانه ان شاء الله. انا بهمني كمان نقول لهالتلاميذ اذا كانوا عم يحضروا ويسمعوا، لانه اكيد كلهم عم يحضروا اليوم، انه مش هلا هن بعضهم محاطين باساتذتهم واهلهم وجامعتهم وعم بيقدروا انهم يقدموا، بدي اياهم بس يظهروا الى الحياه، مش معناتها اذا اول مشكله او صادفتهم او عقبه انهم يرجعوا هيك دغري ينفسوا، لا خليهم دائما يقدروا 100%. بدي اقول لك شغله غاده لانك ذكرتيها هون، كلهم وعدوني اصلا كل بلش يزيدوني على فيسبوك بعد نهار الاحد، وكله صار يبعثوا لي على فيسبوك وعد انه دي وونت ديسابوينت، ما حيخيبوا لي املي وراح يكونوا اب تو ذا تشالنج. ميرسي لك عامر، بريك صغير وبنرجع بنتابع.